معي كابتن فريق الاتحاد أسامة الشطيبة. أسامة رحبوا بك خلال الصفحة الرسمية. أسامة اليوم كان أداء ممتاز أمام فريق خليج سرت، كيف كان لقاء اليوم أسامة؟ أكيد أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نحب نشكر صفحة نادي الاتحاد اللي مواصلة الفريق أول بأول. الحمد لله زي ما تعرف استعدادات بداية موسم، التمارين كان يمكن الشهر اللي فات كان تمارين صبح وعشية، كنا في رتم عالي، روحنا من تونس نقصنا الرتم، بدنا في رتم مباريات. الحمد لله الفريق قاعد يتطور زي ما يبي المدرب، تكتيك المدرب انه ماشي مع الفريق يمكن تصاعدي زي ما تشوف كل مباراة. اكيد بالنسبة للمدرب ان النتائج ما يدور شان في مباراة الودية، لكن زي ما تعرف ان فريق اتحاد ديما فيه روح الفوز، هذه مزروعة في رياضي جيلي نادي اتحاد. الحمد لله كل مباراة يمكن ما قدموش فداء خير من الأداء المباراة اللي بعدها، لكن أهم حاجة نطلع بنهاية المباراة نطلع بالنتيجة، وإن شاء الله نقعد نخدمه بتكتيك الطاقم الفني وبإذن الله إن شاء الله في تحسن الفريق.